الأستاذ عربي أبوه توفي من كان عنده 77 سنة تقريبا، كان لا يصلي ولا يزكي، جاء في وقت الكورونا وتوفي. هو عايز يتصدق ويزكي ويطلع الزكاة اللي كانت عليه. هو حضرتك مش واجب عليك هذا الأمر الآن، وإحنا لا نعرف على يعني على صفة التحديد هل كان يزكي أو لا يزكي. فعلى اعتبار زي ما حضرتك معتقد وتظن بأنه كان لا يزكي، فحضرتك تصدق، وكل صدقة طلعها طلعها بنية الزكاة من الزكاة اللي كانت عليه. والله إن كان لا يزكي نرجو قبولها، وإن كان لا يزكي يبقى هتتحسب من اللي عليه، كان يزكي هتتحسب للصدقة من الصدقة أو لصدقة لهذا الوالد المتوفى، وده على حسب طاقة حضرتك لأنه لا يجب عليك ذلك. لكن من البر بي الدعاء، ومن البر بي الاستغفار، ونحن أمرنا بذلك أخي الفاضل. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والصلاة أنت بتتطوع بالصلاة عن هذا، تتطوع بصلوات وتوهب ثوابها لهذا الوالد المتوفى، لأنه لا تجوز النيابة في الصلاة الفرض يا أخي الفاضل. وأكثر له من صنيع الخير وهب له مثل الثواب.